تحتل التكنولوجيا الحديثة مكانة كبيرة في الوقت الراهن، مما يدفع الشركات الكبرى للإسراع في تقديم خدماتها من أجل كسب شركاء والبحث عن منطقة أفضل للترويج لمنتجاتها. وهذا ما تجسد في اللقاء الذي جمع مدير شركة هواوي الصينية لمنطقة شمال أفريقيا برئيس الوزراء رئيس الحكومة السفير ألمي هالينا، الذي وصف هواوي بأنها شريك حقيقي للبلاد في مجال رقمنة التكنولوجيا الحديثة، مطالبا إياهم بضرورة تدريب الشباب الملمين في رقمنة التكنولوجيا، إضافة إلى دعم الحكومة في برامجها للتكنولوجيا. كما أعلن رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لفتح آفاق جديدة مع الشركة. هذا وبعيد خروجه من اللقاء المدير العام لشركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا هيزي شاو، قال إن اللقاء الذي جمعهم برئيس الوزراء كان بناء للغاية، حيث تمت مناقشة القضايا التي تسمح للشركة بمزاولة أنشطتها بكل أريحية. وأضاف بأنهم وجدوا الضمانات الكافية التي تشجعهم على الاستمرار في تقديم ما هو أفضل من الرقمنة لمواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة. هذا ومع العلم فإن شركة هواوي الصينية تأسست في العام 1987 وتعد المزود العالمي والرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذاتية، وتعمل في أكثر من 170 دولة من بينها تشاد.